ولن أدخل في باب المزايدات السياسية. أقول بكل بساطة أن دم الشهيد شكري بالعيد سيكون الإسمنت الذي سيوحد الشعب التونسي، وأن الشعب التونسي لن تنطلي عليه الحيلة ولن يدخل في الفتنة ولن يدخل البلاد في فوضى. اغتيال شكري بالعيد يخدم أجندة سياسية معروفة، تريد تخريب البلاد، تريد بعث الفتنة، تريد إسقاط المؤسسات الشرعية، وخاصة هذه المؤسسة مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي الذي مع الأسف، وأقولها مع الأسف، سلبت السلطة منه. هو السلطة الشرعية ولكن سلبت سلطته من طرف الأحزاب المهيمنة على هذا المجلس، وأقولها بكل صراحة، من كل أحزاب التركة الذي تخدم في مصالحها أكثر مما تخدم في هذا الشعب في الوطن. المصالح الحزبية الضيقة هي التي طغت، وهمش المجلس الوطني التأسيسي وليأيس المجلس دور كبير في هذا، فلم يكن في أمال الشعب التونسي، وسيحكم عليكم التاريخ في المستقبل. المجلس الوطني التأسيسي سلبت سلطته، وهذا سبب من أسباب معناتها الحالة المتعدية التي نعيشها. هذا سبب من الأسباب اللي أدى إلى اغتيال المرحوم شكري بالعيد. الدولة غائبة، وأقولها غائبة، لا تريد أن تحكم في هذه البلاد. الدولة غائبة لا تريد أن تحكم، وهي تتحمل المسؤولية الأولى، ومن ورائها هذا المجلس، المجلس الوطني التأسيسي الذي كان عليه أن يحاسب هذه الحكومة وهذه السلطة. ونرى اليوم مع الأسف غياب هذه الحكومة وهذه السلطة في هذا المجلس اللي كانت من الأفضل باش تجي باش نحاسبوها. الأوضاع الأمنية متعدية، وهي السبب في كل الإخفاقات وفي كل الفشل الذي نعيشه اليوم. ونحن لم نحاك ساكن. لماذا لم نحاك ساكن؟ لأن رئيس المجلس، وأقولها بكل صراحة، الكتلة المهيمنة هنا هي اللي غيبت المجلس عن دوره، هي اللي تخدم في الأجندة السياسية متاعها. النواب هنا هم نواب الشعب التونسي الكل، ولكن مع الأسف ما يتكلموش باسم الشعب التونسي، يتكلموا من وراء مصلحة حزبية ضيقة هيمنت على الساحة وأدخلت البلاد في شبه فتنة. وهذا مما يعطينا معناتها جو محتقن، لأن كل واحد يحب يركب القضية وكل واحد قاعد يجبد نفسه، وهذا اللي ما نحبوهش يقع. احنا نحبوا إن شاء الله تكون الاغتيال هذا صدمة إيجابية باش توحد التوانسة الكل، وباش ما ندخلوش في الفتنة كما وقع. مش تحدث على بلدان أخرى مشابهة لنا فيها المجاولة، لنا من عام 89 في دولة شقيقة وقع نفس الشيء لما يقع الآن في تونس. سينجأ عن هذا الوضع هو إسقاط المؤسسات وإحداث فراغ سياسي في البلاد وإحداث فوضى، ومن بعد الفوضى هذه بشتقع لا قدر الله حرب أهلية في هذه البلاد. مع الأسف، وأقولها مع الأسف، أن هذا المجلس، أقولها مع الأسف، أن هذا المجلس انتهى دوره إذا كان باش يواصل بالكيفية هذه. لابد من اليوم أن نعطي لهذا المجلس القيمة اللي يستحقها والشرعية اللي يستحقها، وكل حكومة ما يلزمها تتعدل هنا. وأطالب الحكومة الجاية اللي إذا كانوا قاع تشكيلها في المستقبل باش تضع خريطة الطريق وباش تضع برنامج ويلزم يتعدى من هنا ونصادقوا عليه. احنا المجلس الوطني التأسيسي مش الحكومة تعمل كما تحب وتنصب اللي تحب، مش المهم يحكم صالح ولا أحمد، المهم هي خريطة الطريق
وهنالك برنامج سياسي معين نتفق عليه هنا في المجلس الوطني التأسيسي يخرج من هنا ونحاسب به الحكومة. وما يزينا من الجبدين، واللي يزينا من تقاسم الغنيمة. كل حزب التايكة ما هيش منسجمة مع بعضها، وما فما حتى تناغم مع بعضها. معناتها كل واحد قاعد يجبن روحه، كل واحد يحب يطيح خوف الفخ. انتم مع بعضكم ثلاثة، ولكن كل واحد يحب يقع بالآخر، وكل واحد يحب يتميز على الآخر. هذا ايش قاعد يصير تويكا في التويكا هذية؟ ما يستخدم في مصلحة البلاد، تخدم في التموقع متاعها. كل واحد تحب تتموقع وتحب تاخد شوت، وكل واحدة هي يقفضها قلوبهم مع بعضهم، ولكن كل قلوبهم شتى. كل واحد يحب يجبد الغنيمة أروحه، كل واحد يحب هذا. يزم يعرف الشعب، وباش يعرف الشيء علاش احنا واقعين في المشكلة هذه. ولا واحد لاهي بالأمن، ولا واحد لاهي بالتنمية، ولا آخر اهتماماتنا. اهتماماتها الأحزاب هذه هي التموقع، وكيفاش باش نضمن السلطة في المستقبل. وأقترح وأني أبارك الإجراء اللي خذاه سي حمادي جبالي، ولا نسيت اسمه، سي حمادي جبالي. كنت نعرفه شجاع قبل، شجاع بالقداء وقت الجمع، لكني رأيته في السنة الماضية الله غالب، نقول له الكرسي أضعفه وخلاه يكون ربما في حالة ضعف خوفا من الكرسي. الكرسي يضعف، الكرسي هاي، الكرسي يغير المبادئ، الكرسي. وإن شاء الله أرجع له شاهد العقل، وإني أبارك التمشي والاقتراح اللي بدأ به. وهذاك الاقتراح نجم نبنيه عليه، هو اقتراح غير كافي، ولكن نجم نبنيه عليه إذا كان نحطه أجندة سياسية، ونحطه خارطة الطريق، ونحطه برنامج واضح. نجم نبنيه عليه، ونجم نقدمه، ونجم نجنب بلادنا الفتنة والبلبلة اللي يحبوا يدخلوها فينا. وإن شاء الله احنا التوانسة أرفع من هذا، وما ناش باش ندخلوا في البلبلة هذه، وما ناش ندخلوا في الفتنة هذه. وإن شاء الله بقدرة ربي نخرجوا منها. لكن لابد من إعطاء الهيبة والقيمة لهذا المجلس الذي أهنتموه أنتم كرؤساء ثلاثة متآمرين على هذا المجلس، ونحيتون السلطة الشرعية متاعه، السلطة الحقيقية لكلكم كحكومة كرؤساء. نجيو احنا نحاسبوكم هنا، احنا ولينا دخانين. ما يعطونا، بعتونا على كل شيء، ما عادش نتكلم حتى الكلمة. أخذ الكلمة من أخوها إلا ما يقيشيح، ومن أخوها إلا بالعاك، ومن أخوها إلا بالسياح. الكتلة، رئيس الكتلة في كل وقت يتكلم. نظام الكتل هذا يزمو يتنحى. احنا نواب للشعب التونسي الكل، نواب للشعب التونسي الكل، ونتكلموا حسب ضميرنا وحسب اعتقادنا. وكان يتنحى نظام الكتل، تو تشوفوا كيفاش تمشي البلاد، وتو تشوفوا كيفاش تمشي الاقتراحات. إذا كان كل واحد يتكلم حسب ضميره وحسب قناعاته، تلقاه واحد مكره في الكتلة متاعه باش يصوت على قرار اللي هو ماهوش راضي بيه وهوش متبناه. وأنا أدعو الجميع باش تصوتوا حسب ضمائركم، وهاو التاريخ سيحاسبكم، وحساب الله أشد يوم القيامة إذا كان ما تكلموش حسب الضمائر متاعكم وما تخدموش هالبلاد هذية. والسلام عليكم. شكرا للزميل اللي قعد في صلب الموضوع.